على الجزء الخاص بالميجرمنتس او الميجرنج انسترومنتس، واللي خلينا فيها المره اللي فاتت بدانا فيها في التمبريتشر ميجرمنتس اللي هي اجهزه قياس درجه الحراره. اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا اجهزه قياس درجه الحراره بتنقسم عندي لنوعين، في النوع اللي هو الالكتريكال، في النوع اللي هو الايه، ها فاكر الميكانيكال صح؟ والميكانيكال المره اللي فاتت اتكلمنا عنه وقلنا ان انا عندي سيرفوبيد صح، في الباب واحد كمان اسمه ايه، عموما ماشي بذاكروا بقى بعد كده. احنا قلنا ثلاثة، قلنا اثنين واثنين فاضل واحد، حاول تراجع مركب الثلاث ده اسمه ايه. النهارده هنكمل على الالكتريكال ميجرمنت اللي هي الالكتريكال كونفكشن ميجرمنت، اللي هي استخدام الحراره اللي هي المفروض عندي تشتغل الحراره، تمام؟ او بتعتمد على الكهرباء. اول حاجه خدتها عندي كان السيرموكابل اللي هو الازدواج الحراري، والازدواج الحراري قلنا المره اللي فاتت ان هو بيشتغل على مبدا واحد. ايه هو المبدا ده؟ اللي هو بنسميه السيبك ايفكت. السيبك ايفكت ده اسمعني معلش، والمفروض ان هو اكتشف ايه؟ اكتشف ان هو لما نجيبه مع بعض عشان اللي احنا شايفينها دي كده، تمام؟ السلكين اللي هو عملهم دول بدا يتولد ما بينهم اي ام اف، اللي هي قوه دفع كهربيه. بدا يقيس قوه دفع الكهربيه دي مقدارها كام؟ وبدا يحول المقدار ده للتمبريتشر عنده، تمام؟ ده اللي هو بنسميه بقى مين؟ السيبك ايف، اللي هو اسم العادي ده اللي هو اللي اكتشف النظريه. طب ايه؟ انت بتجيب اي سلكين تحطهم مع بعض؟ لا، في انواع معينه من السلوك نبدا نعمل لها عمليه جنكشن ما بين السلك او الماتيريال الاولانيه اللي هنسميها ماتيريال A والماتيريال B، ونبدا نربطهم مع بعض جنكشن. الجنكشن دي بنبدا نوصلها بالجسم اللي احنا عايزين نقيسه او بالفلويد اللي احنا عايزين نقيس درجه حرارته، وبناء على التغير في درجه الحراره دي بنبدا ان هو يحسب لك الاي ام اف بتتولد هنا، ويبدا ان هو ياخد السلكين اللي هو وصلهم ببعض دول يوصلهم على جهاز الريدر اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو بيبدا يحول الفولت اللي اتولد ما بين السلكين يبدا يحولهم لك لايه بقى؟ للكميه او لقيمه معينه بتعدل لك درجه الحراره طبقا للاي ام اف. الاي ام اف طبعا دي بتعتمد على درجة حرارة الجسم، درجة حرارته سالب يبقى الاي ام اف اللي متولده ديت بتايه؟ بتزيد. درجة حرارته قلت يبقى الاي ام اف اللي متولده ديت بتقل، وهكذا. ونبدا بقى ان هو الجهاز اللي عندي ده يبدا يحول لك الفولت اللي اتولد هنا لقيمة، بحيث ان هو يحدد لك قيمة درجة الحرارة المصاحبة للجسم اللي معاك. بس على اساس معين، هو الاساس المعين قلنا ان لازم يكون ان الجهاز اللي معايا ده بيقيس ريفرنس تمبريتشر، لازم تحدد له الاول التمبريتشر اللي هو يقيس بالنسبه لك. يعني لو التمبريتشر اللي عندي دي زمان كان بيجي على الجنكشن دي ولازم يحطها في مكعب تلج او في سائل درجه حرارته زيرو. ليه؟ عشان يقيس. لو الجسم مثلا درجه حرارته 10 يبقى يقيس لك من الريفرنس بتاعه من كام؟ من الزيرو. بس طبعا الاجهزه الحديثه بدات تستغنى عن الكلام ده، وبدا ان هو يعمل لها ريفرنس 20 درجه في الغالب، 20 او 25 درجه، تمام؟ ويبدا بقى يقيس الريفرنس اللي هو موجود معايا. طب قيمه الاي ام اف اللي بتولد عندي بين السلكين بنحددها ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الالكتروموتيف فورس، والاي بتساوي الكي في تي هوب اللي هي درجه حراره الجسم او درجه حراره الجنكشن اللي انت عملتها ما بين السلكين، ناقص التي كولد اللي هي درجة حرارة الريفرنس اللي انت بتقيس عندها، سواء بقى كانت 20 او سواء كانت 0. وبتبدأ من خلال تحدد الاي، الاي دي اللي هي الالكتروموتيف فورس تبقى مثلا مايكرو فولت. الجهاز بقى بياخد المايكرو فولت ده ويروح محولها لايه؟ لتمبريتشر عشان تقدر تحدد درجة الحرارة اللي انت عايز تقيسها. ده بالنسبة للسيرموكابل او فكرة عمل السيرموكابل. طبعا الماتيريال اللي موجودة معايا دي ممكن اشهر حاجة عندي هو الكبر كونستنتان، ده اكتر حاجه مشهوره في الوقت. سلك من الكبر وسلك تاني من الكونستنتان نلحمهم مع بعض يبدا ان هو يستخدم لك سلك كبر. هو ليه اسمها كبر كونستنتان؟ هو اكتر حاجه مشهوره واكتر حاجه مستخدمه معايا. بس طبعا في انواع تانيه هناخدها بعد شويه في الجدول. ادي الجدول اللي موجود معايا على سبيل المثال، اللي هو النوع بقى اللي عندك اللي هو التايب اسمه تايب اي. يعني ايه تايب اي؟ ده معناه ان احد السلكين هو البوست بيبقى كرومين والتاني ايه؟
والاسم الثاني اللي هو النيجاتيف، تمام؟ تلحم السلكين دول مع بعض. بص بقى هنا السيباك ايفكت اللي المفروض بتولد بعد انك بتلحم السلكين دول مع بعض 58.7، اقرا كده مايكرو فولت لكل درجه، يعني كل 58.7 فولت او مايكرو فولت بيتولدوا ما بين السلكين دول ده بيعادل ايه؟ بيعادل ايه؟ درجه واحده، تمام؟ وهكذا بقى. ده بالنسبه لكل نوع، النوع اللي هو الجي هتلاقيه اللي هو التنجستن وايه تاني؟ التنجستن عنده 26% ايه؟ راديو. وهكذا كل نوع من الانواع دي سواء كان ايه ولا جي ولا سي ولا ايه ولا كي اللي هو الكرومل والالومين ده مثلا اللي هو النوع الكي هتلاقي مثلا السيباك ايفيك بتاعته 30.4، الرينج بتاع التمبريتشر اللي هو بيقيسها من سالب 270 لحد 1372 درجه. ده الجدول اللي بيوضح لك الماتيريال اللي بتستخدمها في صناعه الثيرموكابل او الازدواج الحراري والرينج التمبريتشر والمفروض السيباك ايفيكت اللي بيتولد عندي. طيب بالنسبه للثيرموكابلز اصلا لو انت شفتها في الحقيقه هتلاقي ان السلك اصلا قطره ما بيتعداش نص مللي. السلك اللي انت شايفه قدامك ده، تمام؟ لو انت جبت السلكين دول ولحمتهم وجيت تتجوز مثلا عند درجه اي مثلا في يوم بيتحرك لضغط 10 بار، ينفع تحط سلكين بيكونوا نص مللي ضغط 10 بار؟ ها؟ بالنسبه لدرجه حراره الفلويد، الكلام ده ما ينفعش. فبنضطر ان احنا نعمل له حاجه اسمها زي شيس، شيس دي يعني زي غطا، تمام؟ الغطا ده اللي موجود معايا عشان خاطر يحمي لي السلكين اللي انت شايفهم قدامك دول، اللي هي الجنكشن اللي احنا عاملينها عشان تسلك درجه الحراره اللي انت شايفها قدامك دي. طيب السلكين دول بقى لازم نعزلهم بماده عازله طبعا عشان خاطر انت المفروض السلكين دول موجود في فلويد، الفلويد ده ممكن يكون ميه، ممكن يكون كيروسين، ممكن يكون بنزين، ممكن يكون ايا كان نوع الفلويد اللي انت هتقيسه. لو انت طبعا معرضه للفلويد وده سلك اصلا مصنوع من التنجستن او اي حاجه، اولا هيتعرض للصدأ، ثانيا الضغط العالي ممكن يطيره من اصلا في اي سيستم. كل الكلام ده لابد ان انا احمي السلك اللي انا هقيس بيه درجه الحراره، وبناء عليه ببدا ان انا اركب الشيس اللي موجوده معايا. الشيس ده طبعا هتلاقي عندك محصول بعزل اللي هو بنسميه من المغنيسيوم اوكسيد او اكسيد المغنيسيوم، وده الواصله اللي المفروض بتحمي لي السلك اللي موجود معايا. ده طبعا شكل السلك مقابل اللي طبعا في عندك ساعات في بعض السيستم اللي انت مش هتلاقي الضغط فيها عالي، الضغط اللي فيها عالي هي مش الضغط مش زياده يعني، فبضطر ان انا احط السلك عالي ما عنديش مشكله خالص، ده هو مش معرض لضغط او مش معرض لعمليه ممكن يحصل له عمليه صدى، فببدا ان انا اوصله بطريقه عاديه خالص مش اي مشكله. طب بالنسبه لعمليه الكونستراكشن هتلاقي عندك ادي الكونستراكشن اللي موجود معاك. اول حاجه اللي هو عندي الان جراوند ده بالنسبه لشكل الشيس اللي موجوده معايا. الان جراوند ده اللي انت ممكن ما تلاقيش الجنكشن متصله بالسطح بتاع الشيس اللي راكبه فيه. النوع ده بيبقى الريسبونسيفنس بتاعته او الريسبونس بتاعته بتبقى بطيئه شويه، ليه؟ لانه مش متصل مباشره بالسطح. تمام؟ طب استخدمه امتى؟ زي ما انا قلت استخدمه لما يكون الفلويد اللي انت هتقيسه او المكان اللي انت هتقيسه ان السلك ده هيكون معرض للصدى او ايه تاني؟ او الضغط العالي. عندك الحاجتين دول يبقى لازم تركب الكلام ده. الحاجه الثانيه ممكن تلاقي فيه اللي هو الجراوندنج، وده معناه ان الجنكشن هتلاقيها متصله بالسطح. ده الهيت ترانسفير بيتحسن شويه. لان هتلاقي ان هنا عمليه انتقال حراره اصلا، وعشان كده الريسبونس بتاعه في حاله الجراوندد هتلاقي اعلى من في حاله الان جراوند. النوع الثالث بقى ان انت هتلاقي اصلا ان انت موصل السلك بره خالص، هتلاقيه معرض لمين بقى؟ للفلويد نفسه او السطح اللي انت بتقيسه. وده في الحاله ديت قلنا ده في حاله ايه بقى؟ ها؟ العكس. لما يكونش فيه ضغط او ان انا ما يكونش عندي اي صدى او المكان اللي انا هقيسه او السطح اللي انا هقيسه مفيش اي حاجه في حاجه سطح زراي يعني مفيش اي حاجه تاثر على السلك في عمليه القياس. نيجي لحاجه ثانيه بقى، بعض السطح يعني ممكن ايه الاي ام اف اللي انت بتيجي تولدها بتبقى قليله جدا. قليله جدا بمعنى ان هي مش هتحس بالتغيرات البسيطه اللي هتحصل في درجه الحراره. انت مش هتعرف تقراها يعني، درجه الحراره اتغيرت بمقدار قليل مش هتعرف تقراها، ليه؟ نتيجه الاي ام اف اللي اتولدت ما تبقاش كبيره، الجهاز مش هيحس بيها، فبتضطر تعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها السيرمو بيت او السيرمو بايت.
تمام؟ زي ما قلت لك انت بتوصل سلكين مع بعض ان سيريز. تصميم مع بعض ايه؟ سيريز. ليه؟ عشان اعمل ماجنيفيكيشن للاشاره، اكبر الاشاره اللي جايه معايا عشان اقدر ايه؟ اقيس التغير اللي حصل في درجه الحراره. يعني مثلا هنا هتلاقي ان الجنكشن دي اللي هي A وB، جنكشن اللي هي رقم واحد ورقم اثنين، الاثنين دول ممكن اعينهم عشان يحددوا لي درجه الحراره في نقطه معينه، انا وصلهم سيريز. وهكذا بقى طبعا 2 و2 داش و1 و1 داش، كل الكلام ده بعمله ليه؟ عشان خاطر ازود او اعمل تجدير الاشاره اللي جالي بحيث ان هي اقدر احدد مقدار التغير اللي حصل في في التمبريتشر اللي انا بقيسها. ده فكره السيرف مقابل ان سيريز. هنا طبعا هتلاقي اهو عندك ان وان داش و2 و1 و1 داش و2 و2 داش وان وان داش، ده معنى طبعا لو انت بتقيس كذا سيرف كذا تمبريتشر متواجدين مع بعض. هنا فكره الجنكشن اللي احنا قلنا عليها ان انت لازم تعمل ريفرنس. هنا هتلاقي جايب الريفرنس ده وحاطه فين؟ ها؟ في ايس ثلج عشان يخلي درجه حرارته زيرو. وهنا نفس الكلام عشان زي ما قلنا لازم تعمل ريفرنس عشان هو يبدا الجهاز يقيس من عليه. ده طبعا الجهاز اللي المفروض هيبدا يحدد لك قيمه درجه الحراره. في نقطه ثانيه مهمه، ان انت لما بتيجي توصل السلكين اللي معاك دول انت عندك حاجتين، الطرف اللي هو بعد الريفرنس اللي هو الجزء ده لحد اللي رايح للجهاز في الغالب بيبقى كفر، بس الاصح الاصح ان هو لازم يبقى من نفس نوع السلك اللي انت بتقيس بيه. ويفضل ان السلك مجرد ما انت هتقيس بيه بيتوصله لحد ما يوصل للجهاز ده، يعني الجهاز اللي انت بتقيسه هنا المفروض يعني تكمل السلك معاك لحد ما يوصل ليه الجهاز الريدر اللي معاك، بس بعض الناس بتوصل لحد الريفرنس وبتبدا ان هي تعملها لك من الكفر او في الغالب يعني بتبقى من نوع الكفر، بس يفضل طبعا ان هو لازم يكون من نفس نوع السلك اللي انت بتشتغل عليه. طب هو ليه طيب؟ ليه؟ ليه دايما في بس طبعا في الحقيقه هتلاقي دايما ان هو بيقيس لك من النوع اللي هو الكفر، ليه؟ لان الجهاز الراجل بتاع الريدر ده لما بيجي يبيعه لك بيبيع لك معاه وصله. الوصله دي بتبقى عامله بيبقى زي ما تقول ايه عامل السلكين ومجهزهم لك، تمام؟ وانت بتكون عندك الوصله دي بتبقى فيها مخرجين، المخرجين دول بتحطهم زي ما بتحط الفيشه في الكهرباء كده. الفيشه بتاعت اي حاجه بتحطها في الكهرباء. هو نفس الحكايه، بتبقى فيشه ويوصلها هو على الجهاز، وانت بقى بتاخد الطرفين الخارجين من الفيشه ديت توصلهم على مين؟ على الجهاز عشان يسهل عليك يعني. الحاجة التانية هو السير مقابل البرد. البرد طبعا انت المرة اللي فاتت احنا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ وصلناهم سيز عشان نكبر الاشارة. لا هنا احنا وصلناهم برد عشان ناخد الافريج بتاع التمبريتشر اللي احنا نقيسها. يعني هنا بدأ ان احنا نوصل السير مقابلز اللي موجودة معايا بصورة ايه؟ برد. وبرل ليه؟ عشان اشوف مثلا عندي السيرفيس ده عليه كذا نقطة تمبريتشر، انا مثلا عايز احدد درجة حرارة السطح ده انا قاعد عليه، فبحط 1 2 3 4، بعد كده باخد الافرج بحسب الافرج للتمبريتشر في الرينج اللي انا قايس عليه، تمام؟ ب1 2 3 4 باخد ايه؟ الافرج. طبعا الكلام ده بيبقى كبير جدا في شغل الابحاث والحاجات اللي في الغالب يعني بيشتغلوا على الافرج تمبريتشر، بتوصل كذا سير مقابل وبعد كده تاخد ايه؟ الافرج تمبريتشر بتاعتها. طبعا ده عن طريق توصيل السيرز عشان احدد بقى قيمه الاي ام اف اللي اتولدت نتيجه ان انت وصلت كذا سير مقابل، يعني مثلا 1 2 لحد ان. طبعا ان ده الى ما لا نهايه، يبقى الاي ام اف بيساوي 1 على ان في سمشن للاي ام اف اللي هي خاصه لكل ايه؟ كل سير مقابل انت وصلت او المتولده على كل سير مقابل انت وصلت. طبعا عشان تحدد التمبريتشر كذلك يبقى التمبريتشر بتساوي 1 على ان، ده عدد الجنكشن اللي انت عملتها للسميشن للتي اي اللي هي لمجموع درجات الحراره المتولده على كل جنكشن انت مركبه. نيجي لاهم مميزات النوع الخاص بالسيرمو قبل، سواء بقى كانت ادفانتج ولا ديس ادفانتج. الادفانتج اللي معايا اللي هو البوينت تمبريتشر سينسنج، ده اهم شيء بالنسبه لي ان هو بيحدد لك درجه الحراره عند اي نقطه انت عايزها. دي رقم واحد. ده اي نقطه هتحطه عليها هيبدا يقيس لك درجه الحراره اللي موجوده عليها. دي اهم شيء. طبعا الكلام ده ما كانش هينفع معايا في الغالب مع الجزء مين؟ الميكانيكال اللي المفروض خدناها قبل كده. الحاجه الثانيه اللي هو الوايت تمبريتشر رينج، انت هتلاقيه بيستخدم في تمبريتشر رينج بتوصل معاك لحد 1300 و1400.
مش اي مشكله، وبينزل معاك لحد سالب 273 وسالب 300 مفيش اي مشكله خالص. كل الرينج ده اللي شغال معاك من الرينج بتاعه رينج كبير، تقدر تقيس بيه درجات الحراره اللي انت عايزها. الحاجه الثالثه اللي هو الشيب، طبعا السلك كبر كونستنتات ده، السلك ده اصلا لو انت جبته ووصلته مع بعضه هو سلك بس ما كلفكش بتاع حوالي 4 5 جنيه. يعني السلكين اللي انت هتوصل بيهم درجه الحراره انت بس هتلحمهم، يا كل الحكايه كلها في تكلفه الجهاز اللي هيقرا لك ايه بيفلك ولا ايه. الحاجه الثالثه سنجل، هو ايه؟ سمبل اند ايزي تو يوز، طبعا هو سهل في عمليه، كل حاجه ما بيكلفكش اللي هو اللحام والسلك اللي انت هتشتريه. الرابس اللي هو طبعا ده متين. الباور سورس از نوت ريكوايرد، هنا بقى واحد هيسالك يقول لك باور سورس از نوت ريكوايرد، طب ما احنا الجهاز الريدر ده ما بيشتغلش بباور اللي بيشتغل بيه؟ ها؟ تربطش الاثنين ببعض، السلك نفسه السلك المقابل نفسه ما بيحتاجش باور عشان يشتغل، ده مجرد ما بتلحمه بيتولد جواه ام اف، انا مش محتاج اديله باور عشان يولد ام اف، الباور انت الجهاز القرايه ده لوحده هو بياخد الاي ام اف يشغلها ويحولها لك في التمبريتش، انما كسير مقابل نفسه هو مش محتاج باور عشان يشغلها، هو اوريدي انت مجرد ما بتلحمه وتوصله وتغير درجه حراره الجنكشن بيبدا ان هو يغير لك التمبريتشر او يغير لك الاي ام اف اللي اتولدت جواه. انت بقى بتقرا الاي ام اف دي ازاي؟ هو ملوش علاقه. الحاجه الثالثه فاست ريسبونس تو تمبريتشر تشينج، اللي هو سرعه الاستجابه فيها، طبعا بس ده بيبقى فيه احسن منه طبعا. بالنسبه للعيوب اللي موجوده معاه بقى اللي هو اكستنشن واير ماست بي اوف ذا سيم تمبريتشر تايب، دي مسببه لي مشكله شويه، اللي انا قلت لك لازم الاكستنشن اللي انت هتاخده من عند الريفرنس بوينت لحد توصل له الجهاز اللي هيقرا لازم تكون من نفس نوع ايه؟ نفس نوع السلك، لان هي بتاثر شويه في الريسبونس بتاعته وهي بتديني قرايات ممكن ما تكونش دقيقه شويه، فعشان كده بقول لك لازم دايما السلك تاخده شوط واحد من اول الجنكشن لحد ما توصل للريدر اللي موجود معاك. الحاجه الثانيه لو سنسيفيتي تو ايه بقى؟ تو سمول تمبريتشر تشينج، تغيرات في درجات الحراره الصغيره اللي هي تغيرات الحراره اللي هي صغيره جدا ما بيقدرش ان هو يحس بيها. اي تغير مثلا ممكن تلاقي اقل من 1 من 10 ممكن ميت. يعني نفض الله ما يحسهاش بيها اصلا. عشان كده كنت دايما بقول لك نوصلها سيريز ليه عشان تعمل ماجنيفيكيشن للاشاره وتبدا تكبر تحسن معاك شويه من عمليه التفيدي. بعد كده اللوست اكيورسي اللي هي الدقه القليله، والاوت بوت از نوت لينير فانكشن. يعني ايه اوت بوت از نوت لينير فانكشن؟ يعني في الغالب ما بيبقاش لينير. بمعنى يعني ايه؟ بمعنى يعني إيه؟ يعني العلاقه ما بين التغير في التمبريتش وما بين الفولتج اللي بيتولد عندك المفروض انها تطلع تكون لينير، صح؟ لا هي يعني ما بتبقاش لينير قوي، يعني المفروض انت اي تغير بيحصل معاك على الـ على الـ على التمبريتشر المفروض يتحول لفولت صوره لينير، لو علاقه لينير ما بين اثنين. فاللينير في الاول جود بالنسبه لهم ما بيبقاش لينير، يعني ممكن تلاقي الكيرف مايل شويه. نيجي الاول مثال معايا بيقول لك ام ايرون كونستنتان سير مقابل او ايرون كونستنتان سير مقابل اللي هو تي سي از يوزد تو ميجر تمبريتشر بتوين اس، استخدمناه عشان نقيس درجه الحراره ما بين 0 وما بين 300 درجه. ات ويتش ات جنريتس كام بقى؟ 5268 مايكرو فولت. يعني انت استخدمته عشان يقيس درجة حرارة ما بين الزيرو لحد 300. نتيجة لذلك تولد ايه بقى؟ تولد ماك اي ام اف مقدارها كام؟ 5268 مايكرو فولت. اف ذا سيرما اي ام اف از كانت كام بقى؟ 12500 مايكرو فولت ريلاتيف تو ريفرنس جنكشن كانت عند كام؟ عند 20 ديجريز ديجي، تمام؟ استيميت ذا ايه بقى؟ ذا ميجر ذا جنكشن تمبريتشر، اوجد بقى درجة حرارة الجنكشن اللي انت استهلك. ماشي؟ اللي هو اداك الأول اي ام اف واداك تي ووت ودي كول، بعد كده اداك راح مديك تي كول، تمام؟ واديك اي ام اف، اوجد بقى تي ووت. الموضوع سهل، انت عندك المفروض ان أول حاجة هو قاس من 0 ل 300 دي كان عند مايكرو فولت كام؟ 5268. بعد كده رقاس تاني ما بين 20 وما بين التي هوت اللي هو اصلا مش عارفها كام، وتحدد من خلالها ان المايكرو ان الدي ام اف كانت كام؟ كانت 12500 مايكرو فولت. يعملها بقت ايه؟ سهل صح؟ ان الاي بتساوي كي في التي هوت نفس ال سي كول، طبعا هنبدا بالمعادله دي وبتجيب قيمه الكي. احنا كل الكلام ده عايزك تجيب الايه؟ السنسيتيفيتي بتاعت السيرموكارنز نفسها. وبعد ما جبت الكي ارجع بقى عوض المعادله دي تاني
بالايل والتي كولد عشان تجيب التي هوت اللي هي تطلع في الاخر معاك 691 و845 دجري سيلسيوس. بس مش مشكله، مساله سهله صح؟ اللي بعدها على نفس المساله مفيش داعي ان انا اقولها اصلا. النوع الثاني يا شباب اللي هو الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور او الار تي دي. اول واحد ما يقول لك ايه هو الار تي دي يقول له على طول ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور. ايه هو بقى الار تي دي؟ كل الاجهزه اللي شغاله بصوره حديثه في الغالب، يعني بصوره حديثه في الغالب كلها بتشتغل على الار تي دي تمام. والنوع الثاني اللي بعد كده شويه اللي هو هنسميه سيمبلستر. ليه بقى؟ ليه؟ الأجهزة الحديثة كلها بتشتغل على هذا النوع لأن الريسبونس بتاعها بيكون عالي، ومجرد أي تغير في التمبريتشر بيبدأ إن هو يحس بيها ويديك إشارة لأجهزة الكنترول. لأن طبعًا كل أجهزة السيستم كلها بقت كمبيوترايز، صح؟ أنا غلطان. فبدأ إن هم يعتمدوا على الأجهزة دي. طبعًا هتلاقي عندك الحساسات بتاعة العربيات اللي بتسمى درجة الحرارة كلها شغالة على هذا النوع. حساسات بتاعة أي أجهزة إلكترونية هتلاقي شغالة كلها على الارض دي او السيرمستور اللي احنا شايفينه. طبعا السيرمو كابلز دي احنا بنستخدمها بس في الاجهزه الميكانيكيه عشان تسلك درجه حراره الفلو، انما ك ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور هتلاقيها كلها في الغالب كلها بتستخدم في الاجهزه الالكترونيه او الاجهزه اللي هي بتشتغل باجهزه التحكم اللي هي الكمبيوترات. طيب نيجي بقى للريزيستنس تمبريتشر ديتكتور وفكره عمله. الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور دايما بيعتمد على حاجه اسمها سيمي كوندكتور ماجنتيك اللي هي اشباه الموصلات. مع صح انت عارف ايه اشباه الموصلات؟ يا فكره هي ايه؟ اللي هو نص النفل الزيت ولا النفل الزيت؟ ايوه ماشي، احنا عارفين القصه دي. اشباه الموصلات هي لا هي النفل الزيت ولا هي ما بين العوازل اللي بنقسمهم للكوندكتور وسيمو كوندكتور واللي هي ايه؟ ايزوليتد، هي مواد عازله صح؟ هي السيمو كوندكتور اللي احنا بنقول عليها اسمها اشباه الموصلات. اشباه الموصلات يا شباب من اهم المميزات بتاعتها او من اهم الصفات بتاعتها ان هي بتغير الريزيستنس بتاعتها مع تغير درجه الحراره. ده اهم شيء بالنسبه لي هنا. للمقاومه بتاعتها بتتغير مع تغير درجه الحراره، اي تشينج تغير درجه حرارتها بيؤدي لتغير المقاومه. انا بقى بستغل الكلام ده هنا مع مين؟ مع الار تي دي اللي هو الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور تمام. فعشان كده لابد ان السيمي كوندكتور دي هتلاقيها دايما مصنعه من اشباه الموصلات. ان انا بستخدم التغير في الريزيستنس المقاومه الخاصه بالماتيريال اللي موجوده معايا ديت او في اشباه الموصلات اللي موجوده معايا عشان خاطر ابدا احدد التغير من خلال التمبريتشر الموجوده عندي. طيب عشان دي المثال انت عندك هنا في نوعين معاك من الارض دي. في النوع الاولاني ده اللي هو بنسميه الواير وولد اللي هو النوع اللي انت شايفه قدامك ده. انت هتلاقيه عباره عن مقاومه من السيمي كوندكتور ماتيريال اللي احنا موجوده معايا ومتوصله بسلكين. يا اما هتنوع النوع الثاني اللي هو بنسميه الفيلم ديفايس اللي هي بتسميها الفيلم ار تي دي كوندكتور. هو نتيجة ان بيحصل عملية تغير في درجة الحرارة او تغير في درجة حرارة الماتيريال اللي موجودة دي المقاومة بتاعتها بتتغير، وبناء على تغير المقاومة باخد التغير ده بحوله برضه لـ EMF يا قوة دفع كهربية. الـ EMF ديت اروح احولها لمين؟ التمبريتشر موجودة معايا. او بمباشرة بغير الريزيستنس اللي اتغيرت ديت ببدأ ان انا اغيرها للتمبريتشر من خلال معدل هناخدها بعد شوية. طيب اهم الابلكيشنز اللي انا بستخدم فيها الار تي دي او السيرمو كابل طبعا ان انت هتلاقي اير كونديشننج او ريفريجريشن ديفايس جميع اجهزه التبريد والتجفيف هتلاقي شغاله معاك بالار تي دي. هتلاقي عندك الفيرم سيرفايسنج اللي هي افران الحس والافران او اي حاجه بستخدم فيها عمليه تسخين. الفود سيرفيس بروسيسنج اللي هي طبعا اللي هي ايه عمليات تصنيع الغذاء او العمليات تصنيع المواد الكيميائيه او اللي هو بنسميها ايه الميديكال الصناعات الكيميائيه بصفه عامه او محركات السيارات والعربيات واي محركات انجن هتلاقي موجود في عندك الارض دي شغال زي الفل. ده طبعا كل الاجهزه او كل محركات السيارات الحديثه كلها بتشتغل بالكنترول. ده يكون معاك جدا عشان خاطر لو درجه حراره الزائد بيخلي لما درجه حراره الموتور مثلا يسخن تبص تلاقي اللمبه
الشرع معاك بدات تنور صح؟ وده بناء على الاشاره اللي بتجيله من اجهزه الارض دي او السلمستر اللي بتتركب معاك. فبتديله اشاره على الكنترول بتقول له من درجه حراره الموتور سخنت فبقى جسمك واقف ومبطل. بالنسبه للارض دي خلاص احنا عرفنا. انا عايز بقى عشان اشوف بقى ازاي احدد التغير اللي المفروض حصل في الارض دي او التمبريتشر اللي موجوده معايا. دي بقى بحدد ازاي؟ يعني ازاي اوجد التغير اللي حصل في الريزيستنس وبناء عليه ببدا احدد من التغير في الريزيستنس دي ببدا احدد التغير في التمبريتشر. المفروض عشان اتكلم في الكلام ده او احدد الكلام ده في عندي البرنسبل العمل بتاع الارض دي بيشتغل على حاجه اسمها الويت ستون بريدج. خدتوها؟ ها؟ قول حد عنده اي فكره عن الويت ستون بريدج؟ دايره مشهوره جدا في معقده. ايوه الويت ستون بريدج يا شباب بتتكون من اربع مقاومات. يعني انت هتلاقي مع بتوع كهرباء يعني زي الفل معاهم هناك. يعني بيستخدموها كتير جدا وهتلاقي ولها اثبات وكل حاجه. الويت ستون بريدج في الاساس بتتكون عندي من اربع مقاومات تمام؟ اثنين ثابتين واثنين متغيرين. اثنين ثابتين واثنين ايه؟ متغيرين. اللي بيربط مع بعض حاجه اسمها الفولتج او السورس بتاع الكهرباء. لذلك اهم نيجي ناخد بعد كده في من عيوب النوع ده ان انت لازم تدي له سورس كهرباء عشان يشتغل. الاجهزه الثانيه ما كانتش بتاخد كهرباء تشتغل منها لنفسها، انما ده لابد ان انت تديله اشاره كهربائيه عشان خاطر يبدا يشتغل. يبدا ليه بقى؟ عشان خاطر الويت ستون بريدج اللي موجوده معاك. الويت ستون بريدج المفروض ان انت بتديها سورس كهرباء اسمه اي 1 الاي ام اف اللي انت بتدخلها له تمام. في عندك نوعين او اربع مقاومات. المقاومه الاول رقم 2 والمقاومه رقم 3 دي مقاومات ثابته اسمها كونستانت ريزيستنس تمام. في مقاومه رقم 1 دي بنسميها فاريبل. وفاريبل ليه؟ دي انت بتغيرها عشان تعمل ادجستمنت للسيركل او الداله اللي موجوده معاك. تغيرها انت معرفه. الرابعه بقى هي بتاعت الارض دي. فانا بناء عن تغير الرابعه ان انا كده كده ببدا اظبط السيركل ديت على سورس معين عند درجه كونديشنز معينه عند درجه حراره معينه المفروض ان الارض دي هي الارض دي بتديني قيمه معينه. فشغال عليه. اي تغير بقى بيحصل في الكيس دي او تغير في التمبريتشر بالنسبه للارت دي معناها ان ده حصل تغير في التمبريتشر اللي موجوده معاك. انت عندك درجه حراره 20 المقاومه ديت كانت قايسه 100 المقاومه الثانيه 100 والثالثه 100 والرابعه 100 كله ثابت عند درجه حراره 100 عند درجه حراره 20. لو درجه حراره 25 هتلاقي ان الارت دي معاك اتغيرت. قيمه الريزيستنس اللي موجوده معاك ديت اتغيرت. اروح اعمل ايه بقى انا؟ اروح اقيس التغير اللي حصل ده وابدا ان انا احوله للتمبريتشر الموجوده معايا. وصلت؟ يبقى انت في الاول في الجزء الاساسيه ار 1 وار 2 وار 3 والار بتاع الارت دي ديت قايسه درجه حراره مع السورس اللي انت مديه لك بالتمبريتشر. تمام؟ اي تغير بيحصل في الكيس ديت بناء عليه او بناء عليه بيحصل تغير في الريزيستنس او المقاومه اللي موجوده معاك. طبعا انت هنا بحدد الكلام ده ازاي؟ بحدده عن طريق المعادله دي ان انت هتلاحظ ان الار بتساوي ار نود. الار نود ديت الار اللي انت اللي احنا قلنا عليها اللي في الاول يا لما تكون ظابط عند درجه حراره 20 الار الارت دي هيكون لك قايس لك ار نود تمام. بعد كده 1 زائد الفا في تي ناقص تي نود التي دي التمبريتشر اللي اتغيرت يعني اتغيرت من بعد تكون ظابط على 20 بقت كام؟ بقت 30 دي اسمها تي. بعد كده التي نود تي نود دي بقى اللي هي ايه؟ مش فاهم. ها؟ اللي هي درجه حراره 20 اللي انت ظابط عليها تمام. بعد كده الكلام ده بيساوي او اللي بيساوي بقى نفس المعدل اللي هي الار 1 في الار 3 على الار 2. ده القانون اللي هو بتحسب منه التغير ما بين الريزيستنس والتمبريتشر. كنت بدل بقى ما بين الاثنين. انا تغير في الريزيستنس بمقدار معين يبقى يحصل تغير في التمبريتشر بنفس المقدار. تمام؟ حصل تغير في التمبريتشر يبقى تغير في الريزيستنس. كنت قلل بقى ما بين الاثنين كده. طبعا عندك الار ايه اللي هي بتسميها الار دي ريزيستنس تبقى تمبريتشر تي. يعني الريزيستنس عند لما التمبريتشر تتغير. الحاجه الثانيه الار نود اللي هي الار دي ريزيستنس ات تمبريتشر اسمها ايه؟ تي نود اللي هي التمبريتشر اللي انت بتقيس بيها ريفرنس. الالفا دي بنسميها الماتيريال كونستانت ودي بتبقى معطى فيه يعني بالنسبه لك.
الار 2 والار 3 دي اللي هي الفيكسد ريزيستنس، ار 1 دي احنا قلنا عليها اللي هي الفاريبل ريزيستنس، ادجست ذا بالانس اوف بريدج سيركت، انت بتقعد تظبطها عشان تظبط السيركت معاك عند كونديشنز معينه. تمام؟ طيب المثال ده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ارت دي فورمز وان ار اوف ان ايكوال ار ويذ ستون بريدج از شون، يعني عندك ويذ ستون بريدج او 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 ارت دي شغال على ويذ ستون بريدج اللي احنا شايفينها في الصوره. ذا فيكسد ريزيستنس ار 2 وار 3 ار ايكوال تو 25 اوم، يعني الريزيستنس ار 2 وار 3 دول عند كام؟ عند 25 اوم، والارت دي هاز ان ريزيستنس كام بقى؟ 25 ايه؟ اوم عند تمبريتشر كام؟ زيرو. يبقى انت عندك الار نود بكام؟ 25 والدي نود بزيرو، ار 2 وار 3 تمام؟ اند از يوزد تو ميجر ا تمبريتشر ذات از ستيدلي ان تايم، يعني بقى استخدمناها عشان نقيس درجه حراره، ما اعرفش هي كام افضل. سبوز ذا كوفيشنت اوف ريزيستنس فور ذا ارت دي اللي هي طبعا قلنا الفا بتدرج بالرقم، اف ذا فاليو اوف ذا فاريبل ريزيستنس ار 1 ماست بي تو سيت كام بقى؟ 37 و36 اوم تو بالانس ذا بريدج سيركت، يعني احنا اضطرينا ان احنا نحط الار 1 بكام؟ 37 عشان خاطر اعمل لها بالانس للسيركت اللي موجوده معايا. ديترماين ذا تمبريتشر اوف ار 2 دي، يوجد بقى التمبريتشر بتاع ار 2 دي. جيت ار 1 وار 2 وار 3 اللي معايا صح؟ الفا موجوده، انت محتاج تحسب مين بقى؟ تمبريتشر صح؟ طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه also if the required uncertainty in the measured temperature كانت اقل من بلس اور ماينس 5، يعني لو هي المفروض ان انا عايز انا عامل الانسرتينتي بتاعت الجهاز ده ان هي تبقى بلس اور ماينس 5 ماشي؟ وود هل واحد بلس اور ماينس 1% توتال انسرتينتي ان اتش ريزيستنس ذات ميك اب ذا بريدج بي اكسبتبل، يعني انا دلوقتي عايز اخلي الانسرتينتي بتاعت الميجرمنتس كلها بلس اور ماينس 5%، هل بقى لو انا عملت الانسرتينتي لكل الريزيستنس معايا 1% هل الكلام ده هيحقق اللي انا عايزه ولا لا؟ هو السؤال بتاعه كده. يعني انا دلوقتي عايز اخلي الانسرتينتي بتاعت الارك دي اللي موجوده معايا دي بلس اور ماينس 5/10 بالجنيه سليزي تمام؟ هل بقى لو انا خليت الانسرتينتي لكل مقاومه بتساوي بلس اور ماينس 1% هل الكلام ده هيتحقق ولا لا؟ ده السؤال اللي هو بيساله. طبعا احنا قلنا خدنا كل الكلام، طبعا هنا انت عندك الارت دي ده اللي هو التمبريتشر اللي انت عايزه. طبعا الانسرتينتي بتاعت التمبريتشر عندي هو مديها لي بيقول لي بلس اور ماينس 5/10 ديجري سيلسيوس اللي هو دي تمام؟ طبعا لما نيجي نشوف ال 1% اللي موجود معاه الانسرتينتي بتحط طبعا قوانين الانسرتينتي صح؟ صح؟ حط القوانين ديت تسكيم تجمعها ونطرحها ونضربها. لما ما خدتوهاش؟ طيب يبقى اصل كده في حاله الار 1 بتساوي بلس اور ماينس 1/10% في الار 1 وهكذا ار 2 وار 3. ده اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. اولا احنا قلنا ان الار دي بيساوي الار نوت في 1 زائد ار في 2 ناقص 2 نوت بيساوي ار 1 في الار 3 على الار كام؟ 2. مش ده القانون اللي احنا خدناه؟ طبعا كل المعطيات بالنسبه لك موجوده ما فضلش غير التمبريتشر اللي هتطلع ب 126 بس. تعالى بقى نشتغل على الحاله الثانيه، انت عندك الار بتساوي الار 1 في الار كام؟ 3 على الار 2، لما نيجي نحسب الار سنتريت هنا للاوميجا ار اللي هي بتساوي بلس اور ماينس بارشال بارشال ار 1 في الاوميجا ايه؟ ار 1 ار 1 تمام وهكذا لحد ار 2 والار 3. خدت الكلام ده المحاضره اللي فاتت ولا لا؟ خدناه. خش في السكاشن صح؟ حلو. فانت عندك طبعا البارشال ار بقى بارشال ار 1 بتساوي الار 2 على ار 3 اللي هي 1 طبعا بعد ما نشتق المعادله اللي انت شايفها قدامك ديت، وبارشال ار بقى بارشال ار 2 اللي هي بتساوي ار 3 على ار 2 اللي هي بتساوي ماينس ار 1 في ار 3 على ار 2 طبعا هنجيب قيمتها وهكذا هنجيب لحد ار 3 لحد يطلع لك الاوميجا ار بتساوي كام بقى؟ حلو ده كده تمام. تعالى بقى نجيب التمبريتشر لان انت عندك ايه بالاوميجا تي؟ التمبريتشر المفروض بتساوي 1 على الفا في ار ار على الار نوت ناقص 1. منين القانون ده؟ اهو القانون
الرقم ده هنجيب نطلع من هنا بتمكمد التمبريتشر، التمبريتشر بتساوي 1 على 4 في الار على الار مود ناقص 1 زائد التي نوت. نيجي بقى برضه هنشتقها تاني عشان نجيب الاوميجا للتي التمبريتشر نفسها. لما تيجي تحسب الاوميجا للتي هتلاقي طلعت معاك بكام؟ كام؟ بنص. لا لا مش سوري مش بنص، اللي هي كلام بلس اور ماينس 6.85 ديجري سيلسيوس. لو جيت تقارن الرقم ده بالرقم اللي هو مديهولك اصلا هيطلع اكبر، صح ولا لا؟ طبعا ده اكبر من الرينج اللي انت محدده، ده معناه ان الانسر ديت اللي انت حاططها للريزيستنس هتبقى ايه؟ ما ينفعش. تمام؟ هو ده اللي احنا هنقوله دلوقتي، ان الكلام ده مش هيبقى مظبوط معاك، اللي انت بتقوله ده كده مش مظبوط. اهم بقى المميزات والعيوب بالنسبه للقط دي. هو الموست ريبوتبل تمبريتشر ميجرمنتس. يعني ايه موست ريبوتبل تمبريتشر ميجرمنتس؟ مشكله اصلا الاساسيه في السيم وكابلز اللي احنا خدناها اساسي، ان انت لو جيت حطيته على جهاز بيقيس وقررت له نفس الكونديشنز ونفس كل حاجه مش هيديك نفس التمبريتشر اللي هو قرا. انا بقول لك اهو مش هيديك نفس التمبريتشر اللي انت قريته، يعني لو قرا معاك 15.6 عند نفس الكونديشن وعقل كل نفس الحالات وكل التركات مش هيديك 15.6 قراها بره خلاص. بالنسبه له كده لو قررها معاك يبقى انت محفوظ. ده مش هكررها، ممكن يقول لك 15.7 15.4 مش هيجيب لك 15.16 دي تاني انت قريتها بره. هي دي مشكله السيرفو كفرز اللي معاك. عشان كده بتلاقي دايما رايح جاي في يعني ايه بتكون بيديك زمزم. حتى هو كمان بيقيس في نفس الوقت هتلاقيه عمال طالع نازل معاك. مش ثابت. ما بيثبتش على الوقت بتاع 15.6 15.5 كمان دي 15.3 على طول رايح جاي. انما لما نيجي عند الريزستنس تمبريتشر كونديكتور لو انت حققت له نفس الشروط ونفس المميزات في نفس الكونديشنز هتلاقيه بيكرر لك درجه الحراره بكل سهوله. يعني اقرا 15.5 هيقرا لك 15.5 عشان ابقى دي اهم ميزه موجوده معايا في القط دي. الحاجه الثانيه ان تشينج ريزستنس از لينير، ودي اهم شيء، ان التغير في التمبريتشر مع الريزستنس هتلاقي الاثنين علاقه ما بينهم ايه؟ لينير. اي تغير هنا بيظهر لك هنا على طول بصوره مباشره، مفيش اي ديفيشن بيحصل عندي في عمليه القرايه. فيري ريزيستنس تو كونتامينيشن. حد عارف فيري ريزيستنس تو كونتامينيشن؟ يعني ايه؟ ايوه مبارك عبد الله. يعني الكونتامينيشنز دي اللي هي اللي هي الرواسب والبيوز والحاجات اللي هي بتاثر على 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 الجهاز نفسه زي الظروف. يعني مثلا بتجي عليه غبار ايه مش عارف عليه ايه ممكن تغير معاك الشهر. هو لا هو بيقاوم الحاجات دي. الموست ستيبل اوفر ذا تايم طبعا هو زي ما قلت كده موست ستيبل، يعني دايما بيقرا لك درجه حراره ثابته ومتغيره مدامة الظروف ثابته ومتغيرتش. والفي اكيوريت، فيري اكيوريت ديت يعني الدقه بتاعته مظبوطه، يعني الدقه بتاعته ممكن توصل لواحد من 100%. دقته كويسه في عمليه القياس. عشان كده دايما هتلاقيه زي ما احنا قلنا محركات السيارات الحديثه كلها او اي اجهزه حديثه كلها بتشتغل على الار دي والستيرمستر. طبعا اهم عيوب اللي عندي اللي هو السلوست ريسبونس تايم، طبعا هو بطيء في الاستجابه شويه، مش المقابل لا، ده بالمقارنه بالعيد بعد دلوقتي دلوقتي سيرفيسكو هتلاقي المقابل الريسبونس بتاعته بتبقى اعلى من ده. تمام؟ ليس رابط ستان تمبريتشر اكسبنسيف، طبعا هو لازم يبقى غالي شويه، يعني سعره غالي طبعا لانه بيعتمد على الباور والريسبونس بتاعته بتكون عاليه. ايه تاني؟ لو سنسيتيف تو تمبريتشر تشينج، لا بالمقارنه باللي جاي بعده، اللي بعده ده بيقيس لك مظبوط جدا في درجات الحراره بتاعتك. سنسيتيف تو فايبريشن سترين، دي بقى مشكله الاساسيه اللي هي بلا سنسيتيف تو فايبريشن والسترين بلاتينيوم اليمنت واير. ودي مشكله. مشكله ايه؟ ان التغير في الريزيستنس ده مع التغير في درجه الحراره لما بيحصل عمليه فايبريشن اثناء عمليه القياس ده بيأثر معاك على الريدنج بتاعك. عشان كده دايما بتقول ان هو اي فايبريشن بيحصل في عمليه اثناء عمليه القياس بالنسبه له فبتبدا تؤدي لتغير في درجه الحراره او تغير في الريدنج اللي هو بيقراه. في نوع ثاني من النوع ده اسمه اللي هو الارت دي بلاتينيوم ثرمومتر، ده بيبقى مصنوع من بلاتينيوم.
وفي له نوعين، في النوع اللي هو بنسميه البي تي 100 والبي تي 1000. البي تي 100 ده بيعتمد على البي تي 100 ده ان الريزستنس بتاعته 100، والبي تي 1000 هي الريزستنس بتاعته 1000. هو على بناء على هذا الوضع وليه معادله خاصه اللي هي الار بتساوي الار مونت 1 زائد طبعا كل رقم انت شايفه مضروب في تي ناقص 5.77 في 10 اس 7 وماينس 7 وماينس 7 في تي تربيع. تمام؟ وعشان تحسب الكوفيشنت بتاعه اللي هو 1 على الار مونت في بارشل في الدي ار على الدي تي. طبعا بالنسبه للالفا ديت لها قيمتين في امريكا بيدوها قيمه، وبالنسبه في الاتحاد الاوروبي بيدوها قيمه ثانيه. فطبعا بقى على حسب انت مستورده من الاتحاد الاوروبي ولا جايبه من امريكا. هنا بيوضح لك الفرق ما بين الارت دي والثيرموكابل اللي هو تمبريتشر رينج من كام لكام. الاكيورسي انت هتلاحظ هنا الدقه هنا 1 من 1000 1 من 10 ده بالنسبه لمين؟ على الثيرموكابل هتلاقي من 1 لحد 10 فهرنهايت. فرق شاسع، فرق 10 درجات فرق. مفيش وقت مقارنه. الريسبونس تايم هنا مدريك وهنا فاصل، يعني ده سرعه ده سريع بس ده هنا ايه؟ باقي شويه او معتدل يعني. الاستابيليتي ده ستيبل اوفر لونج بيد، ده نوت ستيبل. لما احنا قلنا ان الثيرموكابل دايما دايما ما بيديكش رايح جاي عمال في القرايه، انما الارت دي بيديك قرايه ثابته. اللينيرتي بيس ده مودريت، السيستمات الحساسيه دي بتاعته عاليه بتبقى منخفضه. الفايبريشن ابلكيشن عشان كده في اي اجهزه بتكون فيها فايبريشن الارت دي ايه؟ حاول تبعد عنه. حاول تبعد عنه، اي اجهزه فيها اهتزازات او حركات او هو عشان تقيس بيه اثناء عمليه الاهتزاز لا ما انصحكش بالارت دي، خليك دايما في السير مقابل. اصل انت اخرك السير مقابل هتعمل فين؟ هتيجي على خط كنترول لاسكو كنترول كي رابطه نظيفه بس مش هروح لبيت ما اروحش يعني مش هيتهز يعني. انما ده بيبقى المشكله ان هو بيحتاج ان هو تربيط او تربطه بحاجه معينه، فاي فايبريشن بيحصل فيه سبب لك مشاكل في الغلايه. النوع الاخير بقى اللي هو السيرفيستور ده الخاص بالارت دي. السيرفيستور مش هيختلف كتير عن السيرموكابل، هو برضه بيعتمد على الريزستنس، تمام زي ده، وبرضه بيصنع من السيلو كوندكتور بس بطريقه مختلفه شويه. اللي انت عندك هنا في السيرفيستور بيبقى عندك فيه نوعين، في النوع اللي هو بيصنع على شكل اللي انت شايفها دي اسمها البيد، والنوع الثاني اللي هو بيسميها البيد دي اللي بنسميها بيد رفيع، والثاني عندك فيه البيد دي على شكل ديسك انت شايفها قدامك دي، تمام؟ هما الاثنين بيشتغلوا على نفس المبدا اللي هو برضه ان بيحصل عمليه تغير في الريزيستنس مع تغير في التمبريتشر، بس لكن الريزيستنس كانت التغير معاها كان لينير، تمام؟ ودايما بنقول عليه ان هو بياخد في الارت دي اللي هو بوزيتيف ديسبليسمنت او بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن. يعني ايه بوزيتيف تمبريتشر كوفيشن؟ يعني كل ما الريزيستنس كل ما التمبريتشر تزيد التمبريتشر عندي بتزيد، كل ما الريزيستنس تزيد التمبريتشر تزيد. في الارت في السيرفيستور بقى بيقعد في بوزيتيف وفي نيجاتيف. هو في الغالب بيشتغل بوزيتيف بس ليه بوزيتيف؟ يعني ايه بوزيتيف ونيجاتيف؟ بوزيتيف يعني كل ما الريزستنس تزيد التمبريتشر تزيد، وكل ما التمبريتشر تقل اللي هو ايه؟ الريزستنس تقل. ما عادش ماشي بالعكس زي ما انت شايف كده، هتلاقي كل لما التمبريتشر معاك بتزيد التمبريتشر ايه؟ تقل. التمبريتشر بتزيد الريزستنس بتزيد، اللي هو انت عندك حاجتين اهو، تمبريتشر زايده الريزستنس زايده. تمبريتشر زايده الريزيستنس ده اللي هو النيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت. يا شباب في عندي نوعين، النوع الاولاني اللي هو البوزيتيف تمبريتشر كوفيشنت هو ايه؟ ها التمبريتشر بتزيد الريزيستنس بتزيد، بالنسبه للنيجاتيف تمبريتشر كوفيشنت التمبريتشر بتزيد اللي هو كلمة الريزيستنس ايه؟ طبعا ده حسب الماتيريال اللي هتكون مصنوعة منه. طبعا برضه أحدده برضه من خلال المعادلة اللي أنت شايفها قدامك دي، إن أنا عشان أحدد المقاومة الخاصة بيه الأر بتساوي الأر نود في الإيد مضروبة في بيتا في 1 على تي ناقص 1 على تي نود. دي المعادلة الخاصة بالسيرفيستور أو دي. فأول ما يجي لك سيرفيستور يبقى لازم تعرف إن أنت هتستخدم المعادلة دي. هتستخدمك أرت دي يبقى تستخدم المعادلة اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت.
طبعا السيمستر ابلكيشنز طبعا احنا قلناها ايه اقصى حاجه خالص، اجهزه التبريد والتكييف هتلاقيها في اجهزه محركات السيارات، هتلاقيها في اي اجهزه بتشتغل بطوره كمبيوترايز، لان طبعا ده فيها كونسورس، الكونسورس بتاعته عاليه، فلازم يقيس لك درجات الحراره، لازم ياخد رياكشن سريع، لان طبعا احنا قلنا اجهزه الكمبيوترايز دي تبقى كلها عمليه كنترول، صح؟ من خلال تحكم من خلال شاشات الكمبيوتر، فاي تغير بيحصل في الديفرنشال بيبدا يبقى مربوط بتغير في الضغط، بيبقى مربوط بتغير في الفلو ريت، فلازم ياخد ريسبونس سرعة عالية عشان يبدا يغير في الكونديشنز الثانية اللي هو المفروض بيتحكم فيها. طبعا هنا موست ار سي هتلاقي في الميديكال اكويبمنت ماركت، يعني في اجهزة الاجهزة الطبية. هتلاقيها موجودة معاك برضو في اجهزة التكييف والمبردات والاير كونديشننج، وهتلاقيها موجودة في محركات السيارات او المحركات بصفه عامه، وبعد كثير طبعا من الابلكيشنز الصناعيه. عندك بقى انواعه اللي انت شايفها قدامك دي، هتلاقي في عندك البيت تايب اللي انت شايفها قدامك دي هو النوع الاولاني، وفي عندك النوع الثاني اللي هو البروب تايب اللي هو السلك ده كده بيوصل قطره تقريبا ل 2.5 مللي وطوله بيوصل ل 5 سم اللي هو النوع البروب ده. في النوع الثاني اللي هو الديسك، نوع الديسك ده هتلاقيه بيوصل معاك من 25 مللي او 2.5، يعني من 2.5 مللي لحد 25 مللي بيوصل القطر بتاع الديسك اللي موجود معاك. في النوع الثالث اللي هو السكرو، طبعا دي كلها انواع. في النوع الثالث اللي هو النوع الكوشر، دي كلها انواع خاصه بالسيرفستور اللي موجود معاك. في رسمه خاصه بالادفانتج شكلها اكتر كويس، رسمه خاصه بالادفانتج هي اوريدي شغاله كتير عن الادفانتج الخاصه بالارض اللي انت برضه هتلاقيه سريع في الاستجابه، الريسبونس بتاعه عالي، هتلاقي ان احنا سوري يا شباب، هتلاقي ان احنا بنستخدمه دايما في ال حدفت البيب ده، هتلاقينا دايما بنستخدمه في الوايد رينج في عمليه الاستخدام، لان هو برضه مش نوع سواء بقى درجات الحراره الخفضه او درجات الحراره العاليه، دي كلها مميزات مش هتفرق كتيرا عن المميزات اللي احنا شفناها في الارض دي. بالنسبه بقى للعيوب اللي هو كارنت سورس ريكواير، لازم تدي له فولت عشان يشتغل. الحاجه الثانيه ليمت التمبريتشر رينج، وهو اصلا درجه الحراره بتاعته هي دي مشكله بالنسبه لي، على الرغم ان هو سريع جدا في الاستجابه لعمليه التغير في التمبريتشر، الا ان التمبريتشر بتاعه او الرينج اللي بيقيس فيه بيكون قليل، مش زي الار دي ولا زي السيرفو كابل. في عندك في الجايب ده اللي هو كابل كاسب، عارف البيت اللي انت شايفه قدامك ديت؟ يعني اصلا مصنوع من السيرفو كابل الماتيريال، لو عرضت اي صدمه او اي خبطه هخش لها اتكسرت وضاع كده الحوار يعني. لو هي مش موشن. الاول جود از نون لينير فانكشن، زي ما احنا شفنا ان العلاقه ما بين الريزيستنس والتمبريتشر بتكون نون لينير، ما هياش علاقه لينير. سام انيشال في درافت، طبعا دي كل الحاجات اللي هي لينك ستاندر فور ريبليسمنت، اللي هو فكره بقى الصوت يا شباب، الصوت اللي هو لينك ستاندر ريبليسمنت دي معناها ان انا اي حاجه هتحصل فيه او اي مشكله حصلت فيه، ده معناها ان انت لازم تشيله واحد مشكله زي او اي حاجه حصلت في البومبات او الكلام ده، او بدا الجهاز ما يحسش معايا، او حصل فيه مشكله انت بتضطر تروح شايله رميه، ولازم تشتري واحد جديد. دي مشاكل. هنا بقى بيقول لك سيرفيستور از بليسد ان 100 ديجري سيلسيوس عند سيرفيستور حتى نفضل في بيئه درجه حرارتها كام؟ 100 في التمبريتشر اللي بيقيسها. And it is resistance measured as 20 كيلو اوم. والمقاومه بتاعته قرط كام؟ قرط 20. The material constant B for this thermistor كانت 3650 degrees Celsius. If the thermistor is used to measure the particular temperature and its resistance is measured as 500 اوم. Determine the temperature او the thermistor temperature. اوجد درجة الحرارة. احنا قلنا أول حاجة إن هو المفروض إن عندي
خالص انت حطيته في انفايرمنت كان مقدارها درجه حالتها كام؟ 100. ليبيا كان عباره عن التين وود اللي موجوده معايا. تمام؟ ال 100 بتوعني 273 كيلو. طيب بعد كده في عندك الار نود اللي هي كانت 20 كيلو اومن و20000 اوم. انا عايز اخد بقى التمبريتشر لما يكون عندي ريزيستنس مقدارها كام؟ 500 اوم. طبعا عشان نطبق الكلام ده ان عندي الار بس الار نود في ميتا واحد على تي ناقص واحد على تي نو. انا عاوز تعويض مباشر في القانون هيطلع لك قيمه التمبريتشر اللي هو المفروض بيقيسها الثرموستات. طبعا ده بيوضح لك العلاقات ما بين التمبريتشر وما بين الثرموستات اللي احنا اوريدي قلناه، سواء بقى كانت الارت دي او الثرموستات او اللي هو الثرموكابل. اخر نوع معايا بقى بالنسبه للتمبريتشر ميجرمنتس، احنا قلنا المره اللي فاتت ان انا عندي في نوعين من التمبريتشر، في اللي هو الكونتاكت ميجرمنتس، في النوع اللي هو النان كونتاكت. الكونتاكت ميجرمنتس بالنسبه للتمبريتشر هو ايه اللي لازم الجهاز اللي انا بقيس فيه يوصله بالجسم اللي المفروض انت تقيسه، اللي لازم يكون متصل، عشان كده بسميها الكونتاكت ميجرمنتس. النوع الثاني بقى اللي احنا قلنا عليه هو النان كونتاكت، دي في الحاله ديت ان الجهاز اللي انت هتقيس فيه التمبريتشر مش هيتم توصيله بالميديا او بالسطح اللي انت عايز تقيسه. تمام؟ يبقى في عندك اثنين، الكونتاكت والنان كونتاكت. الكونتاكت كل الاجهزه اللي احنا قلناها قبل كده ان هي لازم تكون متصله بالجسم اللي انت هتقيسه او بالبيوت اللي انت هتقيسه عشان برضه يحصل درجه الحراره. النان كونتاكت ده اللي احنا المفروض هناخده دلوقتي، وده اللي عندي بنسميه اجهزه قياس درجه الحراره اللي هي النان كونتاكت ميثود. والنان كونتاكت ميثود دايما بنعتبرها هي اجهزه القياس عن طريق الراديشن الاشعاع، لان انت المفروض ان اي جسم درجه حرارته فوق الصفر كلفن المفروض ان هو ايه؟ صح؟ احنا كده ان اي جسم درجه حرارته فوق الصفر كلفن المفروض ان هو بيخرج منه اشعاع. الاجهزه دي بتعتمد على هذه النقطه اللي هي تاخد تقيس الاشعاع اللي خارج الاجسام عشان خاطر تبدا من خلاله تحدد درجه حراره الايه؟ المنتج او درجه حراره الجسم اللي انا عايز اقيسه. طيب في عندك نوعين اساسيين بيستخدمهم، في عندك الاوبتيكال بايرومتر وفي عندك التوتال راديشن بايرومتر، دول نوعين من الاجهزه بستخدمهم عشان يقيس لي درجه الحراره عن طريق الاشعاع او بالطريقه النان كونتاكت. اول حاجه معايا هو الاوبتيكال بايرومتر. الاوبتيكال بايرومتر ده بستخدمه في رينج بيوصل من 600 لحد 3000 ديجري سيلسيوس. ممكن تستخدمه من كام؟ من 3000 لحد كام؟ سوري من 1600 لحد 3000 ديجري سيلسيوس بتستخدمه، بس مشكلته الاساسيه مش حاجه واحده. ان انت عشان خاطر تقيس درجه الحراره اللي هو المفروض يقيسها لك لازم تمسك الجهاز اللي انت شايفه قدامك ده. الراجل اللي هو بيصور مؤتمر للفيديو بدل تعمل زيه كده، تمسك الجهاز تبدا تبص على الجهاز عشان خاطر يبدا يحدد لك قيمه الحراره. طبعا مفيش بقى انت تبص وتقعد تظبط في 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 البقر اللي انت شايفه قدامك دي عشان تفتح لك مزاويه الرؤيه وتبدا تستقبل الاشعاع عشان خاطر تبدا يقراه لك الجهاز. طبعا دي محتاجه ايه؟ الواحد يكون متمرس. ثانيا لازم برضه لو هو متمرس هيطلع لك ايرور برضه. عشان كده هتلاقي في عندك الايرور للتمبريتشر اكيورسي عندك بلس اور ماينس 5% لو انت بتقيس درجه حراره من كام بقى؟ من 800 لحد 1300 بيطلع لك بلس اور ماينس 5. بلس اور ماينس 10 لو انت بتقيس من 1300 لحد كام؟ لحد 2000، ولو زودت اكتر من كده هيزيد معاك الايرو اللي انت بتقيس بيه. فدي مشكله. دي حد ذاتها مشكله ان انت بتعتمد دايما على عنصر بشري، وعنصر بشري دايما ايه؟ دايما خطاء. فدي مشكله. فده اللي هو بالنسبه لي في الاوبتيكال بايرومتر. طبعا حد يقول لك هو انا بقيس درجه حراره 2000 و3000 ليه؟ هو انت ممكن انت تكون شغال في مصنع، ربنا يكرمك شغال في مصنع حديد ولا مصنع بتاع ميتال فورمنج ولا اي حاجه، هيخرج لك طبعا اللي دخل الرطب في قلب الفرن هيخرج لك عن درجه حراره 1000 و1300 و2000، صح؟ عايز درجه حراره تبقى عند درجه حراره كام؟ قدامك الابلكيشنز اللي احنا بنشتغل عليها دي. او مثلا في فرن مثلا بتاع بتسخن فيه او بتسيح فيه. دي لازم تقيس درجة حرارة جواها. النوع الثاني بقى اللي هو التوتال راديشن بارومتر، اللي هو البارومتر اللي انت بتشوفه في الصيدلية.
ايوه بتاع كورونا ده، هو ده اللي هو البيرومتر ده، بس مش بتاع كورونا اللي انت شايفه، بتاع كورونا ده بيقيس لك الرينج اللي هو بتاعه، لدرجه حتى اقصاها توصل ل 37، مش هتيجي يجيب لك الرينج بتاعك. في نوع تاني بقى بيوصل لدرجه حراره 3000، ده مجرد ما تعرض له الرد، تعرض له الرد من على مسافه معينه، طبعا مش هتروح جنبه على درجه حراره 3000 عشان تقيس، لا تعرض له مسافه معينه عشان يبدا يقيس لك درجه الحراره اللي انت بتشتغل عليها. هو الفكره الاساسيه بس في النوع اللي احنا خدناه قبل كده، هو ازاي اصلا بيقيس لك درجه الحراره. هو الفكره في النوع ده ان هو نوع الاوبتيكال بارومتر ان هو في الغالب بيعتمد على لون التاكل اللي هي الالوان المستنده، هو ده بيعتمد على اللون بتاع بتاع المنتج نفسه. هستعمل تسخين، انت اول ما بتسخنه بتلاقيه اللون مثلا المعدن اللي انت بتسخنه بيوصل للون الاحمر الغامق، صح؟ بعد كده بتلاقيه قلب برتقال، صح ولا لا؟ لما تسخنه قوي قوي بتلاقيه وصل للون الابيض، تمام؟ هو بقى بيعتمد على هذا الوضع، ان كل لون من الالوان ديت بيطلع عنده ويف فيلز معين، كل لون من الالوان بيبقى له لون ويف فيلز معين. هو بقى بيقيس المعين ده ويبدا يحول لك لايه؟ للفريش، تمام؟ ده فكره مين بقى؟ اللي هو فكره البيرومتر. النوع الثاني بقى اللي هو البيرومتر، النوع الثاني اللي هو التوتال راديشن بيرومتر، ده بيعتمد على قانون بولتزمان لو. عارف بولتزمان لو؟ كان بيقول لك سيجما في تي اس 4، صح؟ هو ده بيعتمد بقى على درجه الحراره وكميه الراديشن اللي جايه مين بقى؟ من الرد او من الحاجه اللي انت بتقيسها، اللي هو بيوجه بيستخدم الاشعاع، مقدار الاشعاع ده بيبدا هو يقيسه اللي هو سيجما في اس 4، يبدا يحولك التمبريتشر لايه؟ اللي هو اسف انت عندك سيجما ثابت، صح هو بيحسب التوتال روتيشن اللي جاي، هو بيحول التوتال روتيشن ده لقيمه، والقيمه دي تبدا ياخد التمبريتشر سيجما في اس 4، ياخد التمبريتشر عشان يلاقي التوتال روتيشن، يقدر من خلالها يحسب درجه حراره مين؟ المنتج او المعده اللي هي موجوده معاك. ده اللي هو اهو، ادي التوتال راديشن بيساوي سيجما في كيو اس 4، سيجما اوريدي معاه، طبعا هو يحسب الكيو اللي هي جايه له ومن خلاله هيحدد قيمه ايه؟ التمبريتشر اللي موجوده معاه. طبعا النوع ده بيبقى احسن من النوع اللي فات. احنا عارفين ليه بقى؟ صح؟ احنا عارفين ليه؟ مفيش عنصر بشري دخل في الحوار، كل حكايتك بتوجه الجهاز على بعد مسافه معينه وهو بيبدا يحدد لك قيمه التمبريتشر اللي موجوده معاه. بالنسبه في الابندكس يا شباب، احنا في عندنا بعض الحاجات عايزين نتكلم عنها. اول حاجه في عندنا السيرمو ويل. ايه هو السيرمو؟ حد عارف السيرمو ويل؟ لا محدش عارف. السيرمو كابلز عشان احط داخل ماسوره ضغط فيها جواها 10 بار، طبعا ده لو حطيت اي حاجه ما تفهمش مش عارف فيها 10 بار اصلا. تيجي جنبك تخش العربيه اللي هو تلاقي بار مفرقع جنبك كارثه. انما لما تيجي تحط السيرمو كابل اللي هو اللعبه اللي انت شايف قدامك اللي تحطها في ضغط 10 بار تستحمل معاك، فبضطر اعمل حاجه اسمها السيرمو ويل. ايه هو السيرمو ويل ده بقى؟ السيرمو ويل ده حضرتك بتجيب اسطوانه زي اللي انت شايفها قدامك دي، الاسطوانه اللي انت شايفها دي، شايفها؟ طيب الاسطوانه دي بنبدا نعمل احنا تقم في قلب الماسوره، طبعا قبل ما بنبرر الفلويد والكلام ده، وبنبدا نعمل حاجه زي كيس كيس او زي سلندر بنحط فيها السيرمو كابل جوه عشان نحميه من الضغط العالي، تمام؟ وكذلك برضه لو حصل اي صدى او اي حاجه، بس احنا بنجيب ماسوره بتبدا او اسطوانه بتبدا نلحمها جوه الماسوره عشان خاطر نحط فيها السيرمو كابل، لان لو انت حطيت السيرمو كابل وعرضت الضغط عالي هيطيره. عشان كده بنعمل حاجه اسمها السيرمو ويل. السيرمو ويل ده ممكن تعمله بثلاث حاجات، ممكن تعمله مثلا بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، تلحمه في قلب الماسوره نفسها، او ان انت تركبه بصوره الاوز مفيش اي مشكله خالص، او ان انت تعمله بصوره فلانشه زي ما انت شايف كده، يعني فلانشه دي عادي تربطه بمسامير، بس اهم شيء ان انت لازم تطبق عليه، لان الكلام ده اللي بيستخدم مع ضغوط عاليه، وبناء عليه لابد ان انا اربطه كويس او احكمه كويس. بعد طبعا ما بتربطه جوه الماسوره بتبدا بقى تركب جواه السيرمو كابلز اللي انت عايز تركبه بقى في اي مكان بقى الحاجه اللي انت عايز تستخدمها. هنا بيشرح لك بقى فكره السيبك ايفكت وكده هتكون خلصنا النهارده. كويس قوي. لا مفيش حاجه تانية. كده خلصنا التمرين.